زيادة ونقصان القيم الصحيحة. عندما تقوم بالبرمجة بلغة البي اتش بي، أنت ربما تحتاج لزيادة أو نقصان قيم صحيحة. أنت تحتاج للقيام بهذا في العادة عندما تريد تكرار شيء ما كما في الحلقات. بشكل عام لقد تعلمت طريقتين لهذه العملية وهما X تساوي X زائدا 1 أو أن تستخدم اتحاد عمليتين X زائد تساوي الواحد. في كلا الحالتين فإن القيمة الجديدة تحمل في المتحول X، ولأن هذه العملية شائعة جدا فإن PHP تتيح لك زيادة أو إنقاص القيمة 1 من متحول من النمط انتجر، وتعيد تخزين هذه القيمة ضمن نفس المتحول. وهذه العملية هي X زائد زائد، تقوم بزيادة المتحول X بمقدار 1، X ناقص ناقص، تقوم بإنقاص قيمة المتحول X بمقدار 1. وفي كلا حالتي استخدام زيادة المتحول أو نقصانه مع الشرط، فإن عملية الزيادة أو النقصان لا تتم إلا بعد اكتمال تنفيذ الشرط. مثال: إذا قمت بإسناد القيمة 3 للمتحول X، ثم قمت باختبار الشرط X زائد زائد أصغر من 4، فإن نتيجة اختبار هذا الشرط هو True. في هذا المثال إن X يحوي القيمة 3، وعندما يتم اختباره فيما إذا كان أصغر من 4 فإن الشرط يعيد القيمة True. وبعد اكتمال تنفيذ الشرط فإنه سيتم زيادة قيمة المتحول X لتصبح القيمة 4. في مثل هذه الحالات ربما ترغب بزيادة قيمة المتحول أو نقصانه في عملية اختبار الشرط، وذلك قبل إتمام عملية الشرط. PHP تلبي لك هذا الغرض، وذلك باستخدام نفس طريقة زيادة أو إنقاص قيمة المتحول بالقيمة 1، ولكن بشرط أن تسبق العملية اسم المتحول، أي كما يلي: زائد زائد X لزيادة قيمة X بمقدار 1، ناقص ناقص X لإنقاص قيمة X بمقدار 1. في حال استخدمت هذه العملية ضمن الشرط فإنها ستنفذ قبل تنفيذ الشرط، أي أنه إذا قمت بإسناد القيمة 3 للمتحول X ثم قمت باختبار الشرط زائد زائد X أصغر من 4 فإن نتيجة هذا الشرط هي False. في هذا المثال لاحظ أن قيمة المتحول X أصبحت 4 ثم تم اختبار الشرط، وبالتالي فإن X يحمل القيمة 4 ونتيجة الشرط هي False.